امبارح شادي حسين، ويمكن دي اول مره هيظهر فيها شادي حسين على شاشه قناه النادي الاهلي، واول حديث ليه. خلينا نشوف بعد فوز الاهلي بالسوبر امبارح نجم هجوم النادي الاهلي شادي حسين قال ايه، ونرجع لحضراتكم. اول ظهور ليك معانا على قناه الاهلي، مليون مبروك يا شادي، بطوله غاليه جايه في توقيتها، تبدا مشوارك مع النادي الاهلي المشوار اللي استنيته كتير ببطوله وامام نادي الزمالك، اعتقد يعني امر بالنسبه لشادي حسين بيعني الكتير النهارده. حاجه جميله، لا الحمد لله، الحمد لله رعب الرجاله، و الحلو ان هو جاي بعد ممكن تعب وممكن كذا بطوله النادي الاهلي يخسرها، وجاي مع نادي كبير زي نادي الزمالك، فده اللي بيخلي الطعم احلى بكتير. وبدايه الموسم كمان، فباذن الله ده يبقى موسم كبير للنادي الاهلي ويحصد فيه كل البطولات اللي يشارك فيها باذن الله. اول مباراه للنادي الاهلي على ملعب الاهلي وي السلام، وكانت اول مباراه لشادي حسين في وجود جمهور النادي الاهلي، الجماهير هتفت ونادهت على شادي حسين النهارده جمهور النادي الاهلي، شايف المشهدين دول ازاي وعلاقه الحب اللي من جمهور الاهلي لشادي حسين؟ جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر كل اللعيبه، بس هو ممكن القصه مختلفه شويه عشان انا كنت في يوم من الايام معاهم ووسطيهم وبقيت فجاه في الملعب، فدي ممكن تبقى الحاله المختلفه اللي ما بيني وما بين الجماهير يعني، فاتمنى ان هي تدوم باذن الله واقدر اساعدهم واقدر ان انا اكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. المباراه دي بالتحديد والبطوله دي بتمثل ايه لشادي حسين؟ بص، تخيل كده انت بتروح النادي اللي طول عمرك بتحلم تلعب فيه، فجاه بتلاقي انك ممكن تكسب ماتش مع 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 يعني دايما طبعا المنافس التقليدي بتاعك، تكسبه ببطوله، فده خامس ماتش لعب النادي الاهلي ببطوله، يعني خمس ماتشات وخدت بطوله، فاهم؟ فلا طبعا احساس عمري ما كنت ممكن اقدر اتخيله او اوصفه، يعني حاجه جميله. يعني عايز ارجع لسنه بس، احد المسؤولين في النادي الاهلي الموسم الماضي قال في لعيب كنا مخلصين كل حاجه وكان لاخر لحظه يعني يتمنى ان هو يكون موجود في النادي الاهلي، وقال مش هقول على اسم هذا اللاعب، ما فقدتش الامل السنه اللي فاتت بعد ما الموضوع اتقفل، وكان عندك الامل والتصميم انك تكون موجود مع النادي الاهلي السنه الثانيه. بص والله انا فكره ان انا كنت العب في النادي الاهلي دي كانت حاجه انا حاسس انها هتحصل، يعني ده انا قلت كده قبل كده وانا حاسس ان هي حاجه اكيده، بس امتى وازاي انا مش عارف، بس هو ربنا كان بيلهمني ان دايما انا لما العب في النادي الاهلي اي حاجه في دماغي لما اجلها لما العب في النادي الاهلي بس، فالحمد لله. البيت عايز تقول لهم ايه؟ الوالد الوالده وكلهم، انا عارف ان اكيد النهارده كلمتهم يعني. حبايب قلبي ربنا يخليكم ليا يا رب ودايما في ظهري يا رب، وما بيبطلوش دعاء للنادي الاهلي، ما بيبطلوش دعاء ليا يعني، ربنا يخليكم ليا يا رب ودايما في ظهري يا رب.